في الحلقة السابقة من رحلة البحث عن الفان أتينا بهذه الخندريشة المفركتة جدا. المحرك 150 مليون شوفو. لقد رزقنا بها وأتينا بها من الصحراء ليلا. طاحت بنا أمبان 120 مرة حتى طلع علينا النهار وأتى رفاق من البليدة وأخذونا معهم. هيا بنا نتابع كيف سقمناها. خاوتي الآن عملية تغيير العجلات. اشترى صار لهم مطيبين قاع. شوف كي داير الاطراس هذوك تاع المسامات منا كاع ما فيهش نحيتوه. الحراره تسرع تولى شويه ملح. عارف نو كي صرا له ها الصيانه منا. شوف دير لاش سخوت هذو كبار اللي نشوف الصحراء كل بحار بالماء بالجو بالجو الجو يقولش تاع بريد عام شان نفسهم 900,000. أي كل وراحتي شو هذا كيف الخيم أمره بالهواء. واه هكا جبنا لها النوع العالي شوية كيما هذو أو السيد داير لها كيما هما اللي ملهيه صغار قوي بروتينات هذي تبرد تسيمي نركبوها. نزل في الحرارة خاوتي مزيان شوية برد الحال. المهم نتعبوا باش خرجوا ريزيت لا شابه بركا رانا مع الموتور. دينا هذيك الانترناتور اللي هنايا اللي تشارجي الباتري كان تاكل لنا من الباتري. صباح الخير السلام عليكم. اليوم نهار جديد مع ميكانيك السيارات اللي ماني ميكانيسيان. اليوم شنو درنا؟ شوف البارح فركتنا قالي بيس تاع الموتور وراحين نعاودو له الترميم رجعوه جديد. طامينا لي بيس راني غسلتهم نقيتهم مليح دوك نديرو لهم عملية اللمعان البياسة كي شوف كيما هكايا. هادي شوف كي راهي شابة هكا رجعوها كحلة كاع تبري ضربوها برشة خفيفة من الطلاء الرائع ودوك تبعو معنا عملية التجديد. الجزء الأهم في المحرك هذه القطعة اللي تبلع لنا لي بيستون والسيلندر. هاليك رانا نقو فيها بشوية سكرة دايرة رانا معها خاطي نحكو غير رجعناها جديدة دوك شو تبع معنا الخطوات إلى آخر رمق. نشري نطيلة وقرروا نديروا العملية تاع الخبش. شو كي رجعنا مجدد هاي الريباراسيون هاي تمشي دوك شنو نوريكم من بعد الموتور كيف يتركب. البيسه تجدد جوانا تجدد هذو اللي جاي اللي ساقمو اوريجينال هيا ركبي.
شحال رانا كم بورس؟ شحال رانا بورس نطاج في الباتري؟ في الباتري في المدور واد الباب بورسو؟ الساعة كم؟ الموتور المحرك في حالة رائعة، خاصة الشاك ما نبدلوها. أنا كنا طول كاري دير من اليوم تبدأ عملية الصيانة. أنا نقلها لهنايا الطابلو، رجعنا جديد الفولون دوك نستيكوه. شوفوا كاري دير الحالة، سوف نرجعها جديدة. جبنا لها ستيكينا لها البارفور، هو قاعد نسقمو السطح جيد. او جماعة كيما راكم شايفين بدينا عملية صيانة الكادر. انا غطينا الموتور ورانا نحكو في هذا البلايص. المهم حيا راي على قدم وساق، على ساق وقدم. أوه. العمل شاق. شوفوا لو ضربنا هذه الجهة راهي شوية مليحة، هذه الجهة منا راهي خاسرة. ممكن كاع راح نعاودو هذه ال راه نحو هذا الخوتي كاع، نجيبو خوتي واحد آخر كاع في البسط. السيارة التي أمامك تستطيع التوقف فجأة وفي أي لحظة. شوفوا درنا لابري في هذه الجهة هكا باش نعرفوا العيوب وراهم وندير لهم الإصلاح. شايفين هنا مازال شوية كاين شوية عيوب، من راهي جاية مازالت. شتو كيف كان من قبل؟ صايب لا أنا هذوك الثغرات باقي نحكوه برك. منها مازالت هذه كوتي شويه ركناها، مازالوا منها. ها مي راكم تشوفوا الضربات، هذا لابريم مليح يوري لك الضربات اللي لازم تتبلعهم. هنايا 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 هذا التعاريج هنايا. المهم هذه الجهه دوك نطاكوها، بقات لنا الجهه هذه اللي منها داخل السياره. الكراسي راهم موجودين، غنديروا لها الصالون. السلام عليكم. وهذا الجنب اللي منا شرينا لها واحدة كاع، يقول ركبوها. ورجعنا لكم من جديد. الآن عملية يا درا الخوت جي كلاس، مازال ما نشفتش البنتورة مليح. يا درا يا درا لا فينيسيون بنترنا مكان العجلات. يا درا هو الاتجاه الخلفي، ندور مريلا المحرك هنا. خاص هنا شوية بريكول تاع تريشتي منبري كيسة. لازم كيسة، شبعت كيسة كنديرا الحمام مغلق. عندنا واحد السمنت ديالنا نحكو بيه، مازالت العملية متواصلة. ومعنا تواصل الأعمال الشاقة. هذه الجهة نحيناها دوك نبلاصو واحدة جديدة، باسكو هذيك الجهة منا كانت في راي. الجهة كيما هذه الجهة اللي هنا نحينا زداش، دوك رانا نقو فيها التفاصيل الصغيرة. شو داخل درنا لها الكولار برك،
درنا لها واحدة تاع مضادة للصدأ وكامل. هي دوك رانا نخدمو فيها هاد الجهة. وليك الليل رانا ركبنا واحد جديد. الاخر كان فيه راي. ايا ضربناها باللابري الفشفاشة. المهم دوك نوريكم الريزلتا كي دايره. يا درا تا واحد اللون قلت نحك بال 400 من بعد نحكوها بال 600 من بعد شنديرو الطلاء الطلاء الرائع. لاحظ 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 مازال ما نروحو لبيه الجهه. المهم رانا مالا ريار دروك. لاحظ هذه لابري كنا يبين لكم البلاصه اللي لازم تخدم عليها. هذه زيد هنايا زيد هذه الجهه من بعد تنحك حكيناها. هذا راه جديد راه مبدل هذا ما فيه تاديفو راه رائع. يا درا ادخل فيا يا درا ولا ما يدراش. السلام عليكم هاوشاو جماعة. يا درا راهي قريب خلاص. هذا لابري طولنا شوية معاه ما يمعليش. خلاص لي التنينة وخا نشارجوها شوية ونوريكم كيفاه راني مبنتر وحدي كلشي وحدي. السلام عليكم. ايوا ديرو الخمامات يا درا هنا يبانو لك شوية تضربات. هذوك التضريبات نعاودو نبلوهم معنايا هكايا شوية لي روتوش. السلام عليكم. السلام عليكم بالك كي دايره الهيا. اليوم التبنتير درنا لها لابري سقمنا لها لاطول. السلام عليكم. دوك نوريكم كيفاه نبنترو. هاي السيارة درنا لها عملية كلية. فوالا هي وينيا. السلام عليكم. لابري هذا مهم الأخلاق. ونشوفو كيف تروح. أي 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 مرضتني بارجات هذا الشكل اللي قبل البنتورة المرحلة ما قبل التبنتير. خاطي راح نبدا ادعو لنا بالتوفيق. قال لك دي 90 درجة كيما هاك. بسم الله نكملو منا. وجماعة بنترنا المعدات الفولكسواجن هادو تاع الضوء بنترناهم للحل. سما بغيتها نديرها غير دو كولور برك. هادو لي بواني تاع الباب ما شاء الله.